مرحبا، اليوم أريد أن أتكلم معكم في موضوع نتداوله كثيرا وكثيرا لأهميته، وهو الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي صفة عظيمة يجب علينا أن نتمتع بها، لأنها توفر لنا كثير من الفرص والنجاح في حياتنا الاجتماعية، الأسرية، العملية، الاقتصادية، إذن في جميع الميادين التي نعيشها يوميا ونتداولها يوميا في حياتنا. الثقة بالنفس تظهر في تصرفاتنا وفي أفعالنا مع أنفسنا ومع الآخرين. والتعريف العلمي النفسي للثقة بالنفس هو ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور. الإنسان الواثق من نفسه فهو الذي يحترم نفسه ويحترم ذاته ويقدرها ولا يؤذيها، ويدرك كفاءاته ويثق بقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة. الإنسان الواثق من نفسه نجده متفائل ومطمئن، وعنده القدرة على تحقيق أهدافه وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته النفسية وتقديره لذاته. سأعطي هنا خطوات تعزز الثقة بالنفس. الخطوة الأولى، لا تقارن نفسك بأي شخص، فأنت إنسان فريد في كل شيء، لا تشبه أحدا ولا أحد يشبهك، فاستمتع بهذه الخصوصية ولا تقع في فخ المقارنة وتظلم نفسك بهذا. الخطوة الثانية وهي مهمة جدا وهي أهم من الخطوة الأولى، اهتم بنفسك، اهتم بجسدك، بصحتك، بمظهرك، بلباسك، كن جميلا، ترى نفسك جميلا والآخرون يرونك جميلا. العقل السليم في الجسم السليم، العقل والجسد واحد، فاهتم بهما. الخطوة التالية، افتخر بنفسك، بإنجازاتك ومميزاتك، ارفعها إلى الأعلى لتظهر في السطح. أما الخطوة التالية فلنبتعد عن الأفكار السلبية ولننظر إلى الحياة بتفاؤل وطمأنينة، ونجعل كل المواقف السلبية إيجابية، فلننظر إلى الجانب الإيجابي في هذه المواقف وهذه التصرفات، ولننظر إلى الكأس المليء من الكأس. كل أفكارنا سلبية نحولها إلى أفكار إيجابية. أما الخطوة التالية فلنتدرب على قول لا، لا أريد أن أفعل هذا، فلا أغصب نفسي على فعل شيء لا أريده لكي أرضي الآخرين، إنما أريد أن أفعل شيئا فيجب أن أحب أن أفعله وليس لإرضاء الآخرين. إذن نتعلم قول لا ولا. الخطوة التالية هو أن نشغل أنفسنا بأنشطة اجتماعية، زيارة العائلة، زيارة الأصدقاء، السفر، الرياضة، اكتشاف أشياء جديدة، خلق مواقف مبهجة، فرح، مرح،
كل هذا يعزز ثقتنا بأنفسنا. والخطوة التالية فهي الحب، وهذه خطوة جد مهمة. حب النفس، حب الذات، يجب أن أحب نفسي كما هي، أتقبلها كما هي، فهي أنا، أتقبل نفسي. عندما أنظر إلى المرآة أقول أحبك يا نفسي كما أنت، كما أنت. أما الخطوة التالية بعد حب الذات هو الحوار الداخلي الإيجابي مع النفس، الإحسان إلى النفس، الكلام اللطيف الجميل مع النفس، المحفز الدافع إلى الأمام. فلا للإحباط، لا لللوم، ولا للتحقير، ولا للندم، وكل شيء ممكن إصلاحه. فلا لتدمير الذات، الكلام اللطيف، الإحسان إلى الذات مهم جدا لتعزيز الثقة بالنفس. إذن لتعزيز الثقة بالنفس والقوة بالذات وتكرار التصرفات والأفعال الإيجابية، فالثقة تزداد يوم بعد يوم بتصرفات قوية، تصرفات إيجابية، تصرفات محبة للذات. هذه هي الثقة بالنفس.